اخبار الزمالك. الزمالك بيرفض اللعب في المقاولين العرب، أرضية المقاولين العرب فيها يعني مشكلة أو فيها مشكلة في الرملة، هكذا يقول نادي الزمالك. يعني أنا ما أعرفش، أنا برضو كنت سمعت من رابطة الأندية إن هم أخذوا موافقة تاني لسد المقاولين العرب إن هو يرجع تاني، ما أعرفش هل ده مظبوط، عشان بس إيه إحنا من يعني ما نقولش على الاستاد كلام ممكن ما يطلعش مظبوط، ولكن الزمالك بيتحفظ اللعب فيه، وأكيد هيكون فيه رد للمهندس محمد عادل اللي نثق فيه تماما يعني الأمور عاملة ازاي. واعتقد ان الملعب لو سليم المقاولين العرب هيتمسك وهيبعت للزمالك ويشرح له لو في مشكلة. ادارة المقاولين اصلا مش هترضى ان يبقى في مباراة تتلعب على الاستاد. مدحت عبد الهادي بيقترب من المدرب العام او منصب مدرب العام. مدحت عبد الهادي انا قلت قبل كده ان هو الحقيقة فنيا على مستوى رائع جدا 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 ويضيف بشكل كبير جدا في المكان ده. مدحت عبد الهادي مش الشخصية اللي تعمل مشاكل، هي شخصية هادية جدا يتعامل بهدوء جدا، والمدرب العام محتاج حاجات كتير، قريب من اللعيبة، محتاج نفسيا مؤهل، ما عندوش أحلام وطموحات حاجة للإدارة الفنية الحالية. أعتقد أنه هو اختيار موفق لو استقروا عليه. الاتحاد السكندري بيطلب شبانة وثلاث عروض لسيف جعفر. أنا رأيي سيف جعفر لازم يطلع إعارة، لازم ياخد فرصة ويلعب زي كل اللعيبة اللي احنا بتشوفها بتلعب. لو ما فيش إعارة كان كيروش في لعيبة كتيرة قوي ما خدهاش، ده رقم واحد. شبانة أنا معرفش هو بيفكر في إيه، شبانة لازم في يناير يروح الاتحاد الإسماعيلي الفريق اللي انت عايزه، ولكن تقعد سنة بالكامل ما تلعبش، السنة اللي اللاعب بيوقفها بيرجعها في سنتين ثلاثة، تاني السنة اللي اللاعب بيوقفها بيرجعها في سنتين ثلاثة، فلازم تلعب حتى لو في مشكلة في القيد في الزمالك، لازم تروح تلعب إعارة ثم ترجع الزمالك تاني. انا معرفش التفكيرات في ايه او اللعيبه بتفكر في ايه، ولكن في حاجات ما فيهاش تفكير، في حاجات لازم تاخد فيها قرار واضح وصريح. ده رايي. طيب كان لنا لقاءات